الاختيار في هذه الندوة التي ينظمها مسدس تشار للتوعية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور التي لا تصبح مجرد حوادث ولكن أصبح حقيقة أمام إرهاب أو إجرام طرقات. أصبحت هناك حوادث المرور يموت فيها العشرات سواء في النقل البري سواء عن طريق الحافلات أو السيارات أو غيرها من الحوادث التي أصبحت في حقيقة الأمر تستدعي الاهتمام أكثر، تستدعي سياسات حكومية تتوائم مع هذا التطور الفظيع أو هذا الانحراف الفظيع في حوادث المرور للتعامل مع الظاهرة والإيقاف منها والمحاولة للحد منها. نحن كجريدة عمومية وفي إطار مهامنا المتعلقة بالإعلام والتحسيس نحاول سواء من خلال الكتابات اليومية لزملاء الصحفيين على جريدة الشعب أو من خلال هذا الفضاء منتدى جريدة الشعب للعمل على التحسيس والتوعية بمخاطر حوادث المرور، طبعا بحضور فاعلين في المجال ومهتمين وكذا معنيين مباشرة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في بداية الحوادث ثم فيما بعد فيما يتعلق بالرعاية الصحية التضامن الوطني وغيرها من المشاكل المتعلقة مباشرة بهذه الحوادث، لأن حوادث المرور كما يعلم الجميع ليست مجرد حادث بين سيارتين ولكن هناك طبعا نتائج وخيمة من بينها أرامل يتامى معوقين والكثير من الأشياء. هذا إذا تكلمنا فقط عن الخسائر البشرية، أما الخسائر المادية فهي الأخرى كذلك لا تعد ولا تحصى. طبعا يأتي هذا المنتدى بالتنسيق مع جمعية الممرنين المحترفين الأخت نبيلة، مرحبا بك وشكرا على التعاون مع جريدتنا لتنظيم هذا المنتدى، كما أشكر كذلك كل الحاضرين معنا في هذا المنتدى والذين لبوا دعوة جريدة الشعب. السادة ممثلي وزارة التضامن الوطني، مرحبا بكم في جريدة الشعب. السادة ممثلي المديرية العامة عفوا القيادة الوطنية أو قيادة الدرك الوطني، مرحبا بكم. إخوة ممثلي وزارة الدفاع الوطني، الأخ ممثل الوكالة الوطنية السيد عيد حسين ممثل الوكالة الوطنية للطرق، مرحبا بك. وكذا كل الأخت كذلك هي مكلفة بتدريب ليزوتيس على معاقدة الأطفال المصابين بالتوحد وهي تقوم بالدروس فيما يخص الطبيبة الأخصائية فيما يخص التحسيس، كذلك هي الأخرى بحوادث المرور ونشكرها على هذه المبادرة الطيبة. أشكر كذلك كل الإخوة كل الزملاء من الأسرة الإعلامية عفوا على الموافقة الدائمة والتغطية المستمرة لنشاطات منتدى جريدة الشعب. كما جرى التقليد في هذا المنتدى أحيل الكلمة إلى الضيوف ونظرا لضيق الوقت حتى نستفيد أكثر ونفتح النقاش للحاضرين معنا يأخذ كل متدخل في حدود 7 دقائق، يعني مجمل التدخلات ستكون في حدود 21 دقيقة لكل عفوا 7 دقائق لكل متدخل ثم نفتح النقاش. كما نرحب كذلك بالأخ ممثل النقابة الوطنية للناقدين ممثل السيد بوابة، مرحبا بك أهلا بك كذلك أنت معني كذلك مباشرة بهذه الظاهرة. نعطي الكلمة للأخت نبيلة في حدود 7 دقائق عرض عن طريق تضاشو ثم للأخ ممثل الحماية المدنية ثم الأخ ممثل المركز الوطني لرخصة السياقة وكما يحضر معنا مدير بالمركز، مرحبا بك كذلك وبكل الإخوة والزملاء الحاضرين معنا مع حفظ الألقاب والمناصب ورتب، مرحبا بكم. تفضلي. مرحبا بكم في هذا المنتدى. هذا المنتدى خيرنا اليوم هذا باش نكونوا يد وحدة ونحو هدف واحد لتقليص من حوادث المرور. هذه الحوادث اللي أصبحت حاليا ظاهرة مرعبة، حصاد الطرقات بعدد يعني لا يتخيله العقل، 45 15 20 فإلى متى إلى متى. هذا راجع لعدم تطبيق النظام القانوني اللي هو ماهوش واعد
وما كاش اللي ما يقدرش يتقيد به، اشارات بسيطه والقانون باين. وحنا ان شاء الله نكونوا حاضرين وبمسانده الناس الشركاء باش نقوموا بتفعيل ماده اللي هي اساسيه من قانون 0114 من بعد ان شاء الله نصرح بها باش نكونوا في لب الموضوع ان شاء الله. شكرا. نعرض عليكم شريط لحوادث المرور واليكم التقييم. شكرا. Thank you.
للإنقاذ أو للمساعدة في إنقاذ بعض الأشخاص، ولكن ربما أعتقد أن الإنقاذ أو النجدة تحتاج إلى شيء من الاحترافية حتى لا نزيد من تعقيد الأوضاع. ليس كذلك طبعا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك سيدتي السادة، كل باسمه ومقامه ومنصبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا حوادث المرور وهو موضوع الساعة أو موضوع العام الذي كل سنة و 24 ساعة 24 ساعة نتكلم عليه ونحثوا فيه ونقوموا بالإجراءات اللازمة من كل الجانب التحسيسي الوقائي أو الجانب العملي. فيما يخص الموضوع اليوم اللي محور فيما يخص التكوين، لما نشاهد صور مثل هذه، تصرفات مثل هذه، نفكر دائما في ضرورة التكوين والتكوين السليم والصحيح الذي يجب أن يستفاد منه السائق الجزائري أو المواطن الجزائري. طبعا هذا بصفة عامة حتى يتحلى الجميع بقواعد قانون المرور والسلامة المرورية تحتضن الاحترام المتبادل. لكن الشيء الأساسي والنقطة الأساسية في هذا المحور يتعلق فيما يخص المسافات الأولية أو ما يجب القيام به عندما نكون شاهد على حادث مرور أو ضحية لحادث مرور. شيء لعلة عليه المديرية العامة للحماية المدنية بالتنسيق مع كل الفاعلين والمتدخلين والشركاء في الميدان أو في الجانب الإداري منذ سنوات. هدفه كان يهدف إلى التقليل والحد من مضاعفات الإصابات البليغة من جراء هذه الحوادث المميتة، وكذلك التقليل من الوفيات عبر الطرقات من جراء هذه الحوادث المرور. طبعا هذا الشق فيه شق فيما يخص الجانب اللوجستيكي، يتعلق بما يخص توفير الموارد المادية من إنشاء وحدات تدخلية خاصة بإسعاف الطرقات عبر المحاور والنقاط السوداء التي يتم تحديدها مع شركائنا كالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات وزملائنا الدرك الوطني والشرطة وكل عبر اللجان المحلية، إضافة إلى تكوين العنصر البشري منهم رجال الحماية المدنية عن طريق ما يسمى بإسعاف الطرقات أو استحداث الإسعاف الطبي عن طريق دخول أطباء الحماية المدنية. ثم من هذا المنبر يعني طرأت نقطة مهمة جدا، وهي كيف يتم تقدير الشاهد على حادث مرور المواطن الجزائري. غالبا ما يكون هم الأوائل المتدخلين أثناء حادث المرور، وطبعا لفضول المواطن الجزائري بتقديم يد المساعدة كان يجب تقدير هذا المواطن عن طريق استحداث برامج تكوينية في مجال الإسعافات الأولية، سواء عامة لكل المواطنين عبر أربع دورات تكوينية في السنة أو برامج خاصة لمختلف المؤسسات التي تطلب هذا النوع من البرنامج. هذا البرنامج الذي يهدف إلى هدفين، منه يعني تقديم كل ما هو معارف ومهارات في مجال الإسعافات الأولية، ومنه الشق أهم جدا وهو كسب المواطن أو الإنسان اللي يقع هذا التكوين، وهو ثقافة مرورية وكيفية التحلي بقواعد السلامة المرورية أكثر ما هو جانب يعني فيما يخص التكفل بضحايا حوادث المرور، لأنه هو إجراء بعدي. الشيء اللي همنا وهو الإجراءات الاستباقية والقبلية للحد من حوادث المرور، لأنه لما يكون عندك حوادث مرور سواء كانت يعني بما تخلفه من خسائر مادية والتي تكلف من يخص التكفل بها، أو خاصة الجانب يتعلق بضحايا حوادث المرور أو المصابين، خاصة المصابين بجروح بليغة من الإعاقات الحركية بمختلف النسب، وما هو التغيير الذي يطرأ على الشخص أو على العائلة بأكملها لما نكون عرضة أو ضحية لحوادث المرور. ثم كذلك أشخاص الذين يتسببون في حوادث المرور والذين يعني نؤنبهم الضمير، خاصة لما تكون عندنا حوادث مميتة كما شاهدنا عند بداية السنة من حوادث مميتة يكون فيها أحد الأطراف هم السواق المحترفين، سائقين حافلات نقل المسافرين أو سائقين شاحنات نقل البضائع، وكذلك مختلف مستعملي الطرقات. لذا هذا هو أهمية البرنامج الخاص فيما يخص التكوين المواطنين تحت شعار وهو مسعف لكل عائلة. حتى هذه السنة المنظمة الدولية للحماية المدنية اختارت بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية المصادف أول مارس شعار وهو مسعف لكل بيت، لما له أهمية للتكفل خاصة من خصوص الأخطار اليومية أو كذلك من خصوص الأخطار الكبرى. وشكرا. أحيل الكلمة الآن للسيد بوانا راشيد ممثل
المدير العام للمركز الوطني لهندسة السياحة. شكرا. السلام عليكم. السيدة والسادة الحضور. لا أحد منا ينكر. قلت لا أحد منا ينكر ما يحدث لوطننا هذا من حوادث المرور. إن المركز الوطني لرخص السياقة ذكركم لمحة وجيزة عن المهام تاعو، لو سونتر ناسيونال دو بيرمي كوندوي هذاك كريا اون 2003 طبقا للمرسوم التنفيذي 03-262 صادر في 23 جويلية 2003 المحدد لتنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. من بين مهام المركز الوطني لرخص السياقة برمجة الامتحانات لرخص السياقة، تفتيش المستمر لمدارس تعليم السياقة، تنظيم أيام بيداغوجية لمفتشي رخص السياقة، وتنظيم دورات تكوينية مع رسكالاتهم، تنظيم أيام بيداغوجية لفائدة مستغل لمدارس تعليم السياقة، تمثيلنا في لجان تعليق رخص السياقة على مستوى الوطني، التمثيل أيضا في اللجان المرورية على مستوى الدوائر والولايات، تنظيم تكوين الممرنين لتعليم السياقة بجميع أصنافها، المساهمة في الأيام التحسيسية من خواطر حوادث المرور في الأيام التحسيسية مع الجهات الأمنية والجمعيات، تقديم السائقين الحرفيين بعد متابعتهم للتكوين نقوم بالتقويم نتاعهم، تقويم السائقين من أجل تشغيلهم بالمؤسسات العمومية. لكن هذا لا يكفي، نشوف بلي انه الامور كلها متسلطة على جانب رخصة السياقة والعنصر البشري في هذا المجال. وزارة النقل في السابق كانت تمد 12 ساعة في قانون المرور، 15 ساعة سياقة اجمالية. من بعد شافت الامور تطورت، طلعت في الحجم الساعي لمستغلي مدارس تعليم السياقه واجبرتهم انهم يمدوا 25 ساعه في قانون المرور، 30 ساعه في السياقه. واذا تكلمت على الفئه نتاع نقل الاشخاص اللي هي يعني حاليا الشغل الشاغل في حوادث المرور، السن القانوني في السابق كانت 21 ساعه 21 السن القانوني 21 سنه باش يعني يحوز على رخصة من الصنف الدال نتاع لو ترونسبور دو فواياجور، و 20 سنة للوزن الثقيل الماشونديز. اليوم القانون اشترط 25 ساعة 25 سنة، يعني 25 سنة الإنسان راهو ناضج يعرف. ولكن رغم هذا لا يكفي أن حوادث المرور مازالها مستمرة. زيد أدرجنا قانون ألا وهو أنه هذا السائق قبل ما ينال بعد ما ينال رخص السياقه ويروح باش يشغلوا اي ناقل لازم يتابع تكوين اضافي، يعني اللي يصبح سائق حرفي، ومن بعد يتقوم يزيد يعاود يتقوم نعاودوا نقوموه من جديد بعد ما يتابع التكوين، والا ما يشغلوش. لكن لحد الان مازال حوادث المرور، لكن ما نردوش الاسباب كلها الى لرخصه السياقه او العنصر البشري. فعلا اذا قلت العنصر البشري هو المسبب الرئيسي، ولكن هل المركبات اللي راهي تدخل حاليا للبلاد يعني تمشي مع المواصفات الدوليه والا لا؟ لازم نراجعوا انفسنا ايضا. الطرقات نشوف سائق ياخذ حافله منها حتى البسكره، هل الطريق مزدوج ام طريق فرعي يعني ذو اتجاهين فقط؟ نشوفوا سائق واحد، القانون يقول السياقة المستمرة 9 ساعات والسائق يتوقف عن السياقة. السياقة هذه العادية، السياقة المستمرة القانون يقول 4 ساعات ونصف يتوقف عن السياقة. لكن هل معاملي نقل المسافرين راهم يطبقوا هذا الجانب هذا؟ هذا قانون باش نشوف باش الراقب حتى
الشرطي ولا الضبطي في الطريق ما يقدرش يراقب هذا السائق كم من ساعه ساق ويتوقف. في القانون 0114 موجود في هذا المشار اللي لازم يكون اجباري في المركبه من النقل العمومي للمسافرين، هذا غير موجود الى حد الان في القانون الموجود، ولكن فعليا غير موجود باش نراقب السواق هذوما ونحطهم عند حدهم. احنا نطالبوا كمفتشي رخص السياقه باللي لازم هذا لو ديسبوزيتيف يكون في كل حافله والا في سيمور مور، باش يشوفوا السائق هذا لما يلحق يوقف الشرطي ولا الضركي يشوف لاكارت هذيك دخلها يشوف شحال ساعه التعب والنعاس. يا اخواني احنا نشوفوا باللي السائق هذا لما تعطيه منا حتى البشار هو رايح بالكار بدون سائق اضافي، القانون يشرط انه يكون سائق اضافي معاه. نشوف التوقيت ما بين الحافلات وممثل الناقلين بان فلا ربما لا راهو على علم، في السابق كانت نصف ساعه ما بين الحافله والحافله، اليوم صبحت في ظرف دقيقه ربع حافلات يخرجوا منافسه بين بعضهم، هل تنتظر منهم الخير؟ شغلوا انه يحوس الربح ومن حقه، ولكن شوفوا يعني المجازفه وين تدي. ناخذ لما نتكلم على رخصه السياقه، هل السائق نتاع المؤسسه العموميه سنتيفي عنده رخصه السياقه؟ اللي عنده رخصه السياقه عند البريدي، علاش هذه الفئه هذه ماهيش ترتكب حوادث المرور؟ في سوناطراك في لاسنتيان احنا كل يوم نرد اللوم على رخصه السياقه. انا نقول بلي السائق ناقص في التربيه المروريه، لازم نعاودو نرجعو نفوسنا في التربية المرورية. حنا طلبنا فيه مادة، المادة 60 من القانون 0114 تقول إدراج التربية المرورية في المؤسسات التربوية، موجودة في القانون بصح فعليا ما كانش. أنت تجيب مترشح يجوز عند لوطو يكون في ظرف شهرين ولا ثلاثة شهور وتقول له نربيك بعد 25 سنة، من المستحيلات باش تربيه. ولكن لما نغرس فيه الثقافه المروريه من السنه الاولى الابتدائي ولما لا حتى للجامعي، يعرف حقوقه ويعرف واجباته اتجاه الثقافه المروريه ما يغامرش. احنا اليوم نطالب باش تكون هذه الماده هذه تتجسد في المؤسسات التربويه، ونطالب بهذا المشار هذا رابيدمون يكون في الحافلات بإذن الله، نخفض من حوادث المرور. حتى لو بارك رولون الحظيرة اليوم اللي موجودة في الجزائر ما تمشيهاش مع الطرقات تاعنا، ما كذبوش على بعضنا. السيد راهو ماشي في لاسيركيلاسيون في لاسيركيلاسيون في لاسيركيلاسيون، لما تفتح له غير شويه الطريق برك يروح 120 130 بالحافله، ما تقدرش تشد بالحافله 120 130 في الساعه، من المستحيلات باش تتحكم في 12 متر مهما كانت حالتك ومهما كان سنك ومهما كانت خبرتك في السياقه. وعلى هذا ما كذبوش على بعضنا، ينبغي ادراج هذا الديسبوزيتيف في الحافلات ونروحوا لو بيرمي ابوان بإذن الله. لو بيرمي ابوان نجيبوا به نتيجه، تكلمنا عليه في السابق ومازال نتكلم عليه، والحمد لله معنا ممثل سي ام بي سي ار وراه يوميا يتطرق لهذا الجانب هذا. اليوم السائق تنحيلو رخصه السياقه، توقفوا ثلاث شهور او اربع شهور، بعد ثلاث شهور او اربع شهور ينسى تعلق له رخصه السياقه، يعاود يولي كيما كان تطيقوا مني عاود. وانما انا على يقين لما تولي له 24 نقطة ويرتكب اليوم هنا مخالفة تسحب له ست نقاط، يتنقل منا الباب الوان يزيد يرتكب مخالفة ثانية تسحب له ست نقاط أخرى تبقى له 12 نقطة يحافظ عليها تولي له ويس من ذهب، وهذا بإمكاننا. هنا نقوموا بعضنا ونشوفوا النتيجة بإذن الله تكون نتيجة إيجابية. لو ما نروحوش لو بيرمي أبوان نبقاو
كيما رانا دير ماشي. انا قلنا حتى في التكوين قلنا كنا نمدو 12 ساعه و15 ساعه، صبحنا 25 ساعه و30 ساعه. لي سطور يكون على مستوى الوطني وقفنا 17 مدرسه من طرف المركز الوطني اللي في السياقه، توقفوا على النشاط تاعهم لانهم ما كانوش يعطوا التوقيت الاجمالي. هذا ما لدي ان اقوله وشكرا. شكرا. الان نشوف وجهه نظر نقابة الناقدين. نحيي الكلمة إلى السي خاشي رقمان عزيم يمثل المنظمة الوطنية للناقدين الجزائريين وانتيا، تفضل اعطي له الميكروفون. نشكركم على المبادرة تدابور، لأن هذا إسهام يعني في هم أسرة الصحافة والإعلام باش يكونوا منبر وباش يكونوا إن شاء الله في إطار أنهم معرفين بالسلطة الرابعة. التوضيح الأول اللي راح نبدأ به قبل ما نشوفوا حوادث المرور كناتج نتاع مستعملي الطريق، نعرفوا ساعة شكون هو مستعمل الطريق. كل من يتنقل فهو مستعمل الطريق. كاين فئتين، كاين فئه تاع مستعمل الطريق ماشي على الاقدام او بالدراجه الهوائيه سكون ابيري ترونسبور دو لي موتو ترونسبور دو او لي موتو ترونسبور اكتيف كيما راهم يسميهم حاليا في اوروبا. وكاين الفئه موتوريزي يعني تستعمل وسائل موتوريزي دونك اسافوار مترو ترامواي ترا فيكيل بارتيكولي اي بيس. كاين حوالي 4 ملايين سياره سياحيه راهي تسركل في الجزائر، وكاين 90 الف حافله، وكاين 155 الف سياره اجره، وكاين 900 الف شاحنه. هذا هو لابار تاع الحافلات بالنسبه للحاضره، 90 الف حافله و155 الف سياره اجره تساوي 7% من البارك. اذا البارك فيه 4 ملايين. اذا شفنا حوادث المرور، لانه حوادث المرور راهي علم، لاكسيدونتولوجي راهي علم، علم فيه شؤون فيه الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويتطلق حتى في التحكم في الجوانب السياسية. وعندنا بروبليم كبير دو غوفرنونس، هل السلامة المرورية اللي كان صح البريم؟ واش اختصاصات المركز الوطني للوقاية والأمن العام من حوادث المرور؟ مجرد توصيات ما عنده حتى صوت، لا على رؤساء البلديات ولا على الولايات ولا على الأمن ولا على الدرك. سكيني با الكا اون اوروب. سيت بروبليم كبير تاع غوفرنونس، سيت بروبليم كبير تاع غوفرنونس. نديروا مركز باش يدير لنا توصيات كيفاش نحلوا حوادث المرور، والمركز يخرج بتدابير اللي عندها علاقه ربما بلا مركزيه التسيير، اللي ربما عندها علاقه كيفاش نشجعوا النقل الجماعي ونطوروه اكثر باش يولي اكثر امانا. ومن بعد التنفيذ ما كانش لانه ما عندوش سلطه. سني با الكاونر باش هما داروا وثبه في السلامه المروريه عقبوا على المراحل هذه. ومع ذلك رغم الوضعيه اللي راه فيها المركز كهيئه اللي يفترض ان تكون عندها نوع من السلطه اللي ما عندهاش حاليا في الجزائر، رغم انه 90,000 ناقل اللي راهم موزعين على الخطوط الوطنيه اللي بين الولايات وعلى الخطوط الحضاريه والريفيه وشبه الحضاريه وما الى ذلك، الناس اللي راهم يتنقلوا باستعمال وسيله النقل الجماعي ترومواي مترو حافله سواء كانت خاصه او عامه، يعني كانت ملك لناقل خاص او ناقل عام، باسكو فينالمون المستعمل هو المواطن. ما نقولوش هذا مواطن يركب مع ناقل خاص وهذا مواطن يركب مع ناقل عام، كيف كيف. وما نقولوش هذه شبكه تاع خواص وهذه شبكه تاع عموميين، راهم كيف كيف. هذو شبكات ديرهم الدوله باش توصل انه الناس يستعملوا النقل الجماعي بور راسيوناليزي ليكسبلوطاسيون دو ليسباس، باش ما تعمرش المدن بالسيارات. المدن راهم لبنادم باش يعيش، بنينا مدن صديقه للسياره وليست صديقه للانسان. ودوك نجي للعواقب تاعها. حاليا حسب الاحصائيات اللي عندنا، من خلال الاحصائيات اللي يجمع فيها بمجهود كبير المركز الوطني للوقايه والامن عبر الطرق باسكو يدير ديزاكروباسي باش يلحق للحقيقه، ومن خلال الاحصائيات الرسميه تاع الدرك والامن، ومن خلال الاحصائيات العمليه تاعنا احنا، لانه 95% من الناقلين راهم خواص. الاخ كبير يتكلم باللي ربما تاع سنتيمي ما يديروش اكسيدون، سي لا لوا دو شيفر كما يقولوا الجامعيين. في 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 1000 حافله تلقى واحده عموميه، دونك كي يدير اكسيدون في العام راه بزاف عليه. لا احنا اسمح لي اسمح لي ما تعقدش برك، دوك دوك دبر راسك من بعد. شحال اللي راهم يستعملوا النقل؟ 12 مليون تنقل يومي يستعملوا الحافلات وسيارات الاجره والترموي المترو. اللي يستعملوا الحافلات وسيارات الاجره وحدهم 11 مليون يومي. اللي يستعملوا الحافلات تاع الخواص وحدهم 8 ملايين يومي. 12 مليون هذو اللي يستعملوا النقل الجماعي. بالمقابل واش كاين؟ كاين تنقلات يتم عن طريق سياره فرديه. قداش؟
في اليوم اللي يستعملوا سيارات فرديه، 4 ملايين سياره اللي تسركل في الجزائر. قداش راهي تركب فينالمون؟ كالكا ابورتيل راهي تركب 12 مليون تنقل، ماشي متنقله، تنقل. يعني 12 مليون يركبوا في 4 ملايين سياره، و12 مليون يركبوا في 220 الف مركبه زائد لي طرموي اللي كاينين اللي مترو اللي كاينين. طب باش تشوف لا بروبورسيون كيفاش راهي. دونك لو كان كابورت ترونسبور اون كومان بالسياسه اللي مدايرتها الدوله رغم انها متوعكه او كاين انكا. دونك نجيو للضحايا. شحال 12 مليون اللي يستعملوا النقل الجماعي، شحال يموتوا منهم؟ انا استجديكم انكم تكونوا موضوعيين وانكم تنقلوا الحقيقه للراي العام. ما نديروش الشعبويه والتضليل ونديروا الغوغائيه، داك الشيء ما تجيب حتى نتيجه. ما نجحش حين نرجعوا حوالي المرور نعاودوا نتلاقاو بالك العام الجاي لهنا ونلقاو احنا ما درنا والو. مليح التوعيه بصح كي تكون هادفه وتكون بطرح اكاديمي وموضوعي. 12 مليون اللي يستعملوا الحافلات اخواني واخواتي واللي يستعملوا سيارات الاجره يموتوا لنا منهم 500 في العام، هذوما الضحايا اللي نفقدوهم. و12 مليون اللي يركبوا في السيارات الفرديه يموتوا منهم 3500 في العام. اسكو نفوكاليزيو المجهود نتاعنا باه نخفوا على 3500 ونشجعوا اللي راهم يركبوا في 12 مليون يركبوا في النقل الجماعي ويفقدوا منهم الا 500 باش نزيدوا نقلبوهم بلو ان سيستيم اونكور يعني دافونتاج في لا بيرفورمانس تاعهم ولا نقولوا حافله الموت. ماذا بيا نفكر من جديد في الامور هذه ونفكر بموضوعيه. من ربما ما قعدتش مربع يديها. عملنا تعاقد مع جامعه فرحات سطيف. لقينا بلي المختصين في النقل والاكسيدونتولوجي في الجزائر قلال. تلقى ديزيلي ما عندهم اوكان بروفيل في حكايه الاكسيدون في حكايه كيفاش يدعم لو ترونسبور اون كومان. يخمم بلي يدعم لو فيكيل بارتيكولي ومن بعد كيدعم الفيكيل بارتيكولي مادام ترونسبور اون كومان موش بيرفورمون دونك المستعمل تاع الطريق يستعمل الفيكيل تاعو وكي يستعملوا اوكل لي فيكيل تاعنا ما تكفيناش طرق كي ما تكفيناش طرق نتقلقوا وكي نتقلقوا نديروا اكسيدون. اي سامبل اي سامبل وهذه هي يونيفرسال مش خاصه بالجزائر في العالم باسره هذه هي لا ريفليكسيون. كيف ممثل النقابات تاع الناقلين نعم كاين المشاكل تاع الناقلين من المشكل نعم الاخر كاين مختص بعد احنا حابين نسمعوا لا انا حبيت نطلب من المكرو باش نروح الميكرو لا لا روح الميكرو مباشره روح الميكرو مباشره ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل معليش فتنا بزاف ولكن باش لا ما كاينش مشكل معليش سيد الف حافله ذات نقل اللي راهي مرخصه يفترض انه في القانون يديروا مخططات نقل وطنيه يديرها الوزير ما عندناش اليوم المرسوم خرج في 2004 وزارة تعقبوا كل ما داروش هم يتحملوا المسؤولية. المخطط النقد الولائي اللي يضبط علاقات بين الدوائر البلدية تيديروا الولي ما عندناش واللي كاينين مش مطبقين. مخطط النقد الحضري يضبط العلاقات ما بين داخل المدن يديرها رئيس البلدية عن طريق مكاتب الدراسات ما عندناش. دونك انا نمشيو بالفوضى انا نمشيو بلا ديبرياد ورانا محتمين باش نرونطابيليزيو الاستثمار تاعنا وحقنا ان يكون عندنا مخطط اللي يضبط عدد الحافلات والعلاقة في كل في كل في كل مسلك والأولوية تاع الحافلة اللي كاينة في قانون المرور في المادة 5 والمادة 12 واللي مش مجسدة في الميدان. دونك واش يترتب عليها هذا؟ يترتب عليها خدمة دون المستوى. تعويض العجز النجم عن أداء الخدمة العمومية كنقل لأننا خدمة عمومية باش نوفروا الحافلات الملاح. كيف القانون؟ خرج قرار في 2009 مدوا تعويض غير الشركات العمومية. كأنما الشركات العمومية يهزوا عباد وحنا نهزوا حاجة أخرى. حاشاك. سمحوا لي الكلمة. هذه من بين الانشغالات اللي عندنا الموضوعية واللي موجودة. نعم. المادة 18 من قانون النقل البري 01/13 تنص صراحة على تعويض العجز الناجم عن أداء الخدمة العمومية. المادة 7 من قانون النقل 01/13 تنص صراحة على أن النقل العمومي هو خدمة عمومية. ومن بعد يقول لك تبين كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، خرجت في 2001. كي خرج التنظيم التكست دابليكاسيون، خرج في 2009 قرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية. خلقوا واحد الصندوق سموه الصندوق الوطني لتدعيم النقل الجماعي. باش جوستومون نزيدو نمكنو من السلامه المروريه عن طريق تمكين النقل الجماعي. القرار كي خرج ما قالش نقل خاص ونقل عمومي. النقل هو النقل، رانا كامل مرخصين من عند الدوله، وكامل نرفدو في الشعب. القرار كي خرج طبق الا في شقه المتعلق بالشركات العموميه. لي تيزار لي زيتيوس اللي راهم دايرين ب 48 شاف ليود ولايه يديو كل عام 400 مليار سنتيم، تعويض على العجز تاع الخدمه نتاعهم، باش يقدروا يكونوا موجودين في الميدان ويؤديو خدمه في المستوى. البارك تاع لي بريفي المعدل تاع السن تاعو احسن من تاع لي زيتوس كامل المعدله كاين لي كبار كاين لي بلي جون مي المعدل لكن اعتبرنا هذا معيار نقدموا في خدمه احسن منه. 95% من المستعملين يستعملوا الخواص لان الدوله رخصت الخواص بكميه اكبر تدعيم ما كانش سني بالكا في فرنسا سني بالكا في المانيا سني بالكا في اسبانيا سني بالكا رغم انهم دول راسماليه. خدمه عموميه الناقل سيت ان اوبيراتور كومون جلادياتور مجند باش
يدير نقل جماعي راقي المستوى باه يستقطب صاحب المركبه يستعمل النقل الجماعي وما يستعملش المركبه تاعو وما يعمرش المدينه وما يديرش حوادث في الدور. رغم هذا الشيء كامل الاحصائيات الحمد لله سيناي تراه هنا يقدر يزيد ياكد الامور هذه لانه اصلا المعلومات استشفيناها من عندهم. السواق المحترفين اللي يتورطوا في حوادث المرور شحال؟ 18%. السواق غير المحترفين اللي يسوقوا السيارات تاعهم شحال؟ 72%. السواق المحترفين شحال موجودين في الطريق؟ 9 سوايع في النهار. السواق اللي مش محترفين ما نظنهمش قاعدين شغلهم فارغ قاعدين يدوروا في الطرق، موجودين في الطريق 3 سوايع في النهار. هذه احصائيات الونس اللي دار تقسيم الوقت الزمني على الجزائريين كيفاش راهم يستهلكوا في وقتهم وين راهم يستهلكوا في وقتهم في الطريق. 18% تاع السواق المحترفين، 4% بين التاكسيات والحافلات. سواق المحترفين اللي يتورطوا في حوادث المرور 4% برك. دو كاين شرفه بزاف اللي نقولهم يعطيكم الصحه، ما نروحوش للغوغائيه بزاف. و4% الاخرى هما السواق المحترفين تاع لي فيكول ليجي اللي يخدموا في الادارات وما شابه، سواق محترفين كذلك. و10% سواق محترفين تاع الشاحنات. وهنا حبيت نفتح قوس، حنا رانا متعاقدين مع جامعه فرحه سطيف اني نضطر ناقل في الجامعه، اني ناقل ونضطر ناقل في الجامعه. وهذا مش كمجهود شخصيه، هذا المجهود تاع المنظمه تاعنا، ودرناها اوبيراسيون بيلوت في سطيف ونعموها ان شاء الله في كامل جامعات الوطن باش تخرج لنا مشتلى تاع ناس جامعيين اكاديميين. الحلول الناجعه لحد من حوادث المرور واقترحوا انه يكون 100 بوان اللي هو السياقه بالتنقيط، والا كونو تاكيغاف اللي هو جهاز يسرع النقاط. هذه من بين الحلول وتفعيل جميع المواد، لكن هناك نقطه توازن بين العمل الرضعي وعمل وقائي. هذا لازم يصاحبوا عمل وقائي، عمل وقائي هذا المهمة تاعنا جميع الفاعلين في الميدان. عمل وقائي هذا كيف يكون؟ هذا تحسيس جميع الفئات وتغيير الذهنيات وتغيير السلوكيات، تغيير السلوكيات ابتداء من كما تفضل السيد من المستوى الابتدائي من المدرسة، لتكوين جيل قادر على تحمل مسؤولياته، قادر على انه يتحمل مسؤولياته في سياقته نفسه والاشخاص الاخرين اللي يسوق كما احنا تعلمنا بكي السوق ليك وسوق الغير. اذا هذه نقطه التوازن هي مسؤوليتنا جميعا. وكما في المجلس التشاور الذي عقد مؤخرا يسموه مجلس الحكومه في 27 جانفي بين نقاط من القرارات احداث قطيعه ما بين احداث قطيعه لكل التصاول لكل الاعمال القطاعيه، يعني اي قطاع بما فيها الطرق الوطني والا الامن الوطني وكذا ماهوش قادر وحده انه يخرج بنتائج ايجابيه، لازم تكاتف الجهود تاع جميع الشركاء الفاعلين بما فيها جمعيات وزارات الى غير ذلك، حتى المواطن البسيط لديه جزء من المسؤوليه في هذا الشيء. هذا المواطن البسيط كيف؟ مواطن حتى احنا في قياده الدرك الوطني خلقنا تطبيقيه اللي هي بي بي جي ان انديان بوان دي زاد لتلقي شفاوي المواطنين وانشغالاتهم، رقم اخضر 1055 الموقع الطريقي، الموقع فيسبوك الطريقي، هذو كلهم لمساعدتنا احنا ومساعده جميع الفاعلين للوصول الى نتائج ايجابيه. وشكرا. المؤسساتية للسلامة المرورية. في الوقت الماضي يعني كان هناك مركز وطني لوقاية الأمن عبر الطرق، وهو مؤسسة ذات طابع إداري، ما عندها ني الإمكانيات المادية ني الإمكانيات البشرية باش تقوم بالمهام اللي مدهنها هذاك المرسوم، يعني باش نقولوا صراحة. ونفس الشيء ينطبق بالنسبة للمركز الوطني لرخص السياحة. غير نشوفوا المهام اللي وكلته الدولة يعني باش يتكفل بها، يعني راهي مهام جد مهمة. ولكن يعني من الموارد المالية والموارد البشرية ما راهش تسمح له باش يقوم بالدور. من المنطلق هذا، أول اقتراح اللي أدرج في إطار قانون 2017 هو إعادة النظر في التركيبة المؤسساتية للسلامة المرورية. هذا الاقتراح جاء بإنشاء على الصعيد الأول يعني على المستوى الحكومي، أنا نتكلم على سياسة حكومية مشتركة، أنا نحكم سياسة يعني وزارية مشتركة ما بين عدة قطاعات وعدة هيئات. يفالي تروفي
يعني لو كادر دو كورديناسيون اي دو كونسيرفاسيون. هذا انشئ المجلس التشاوري ما بين القطاعات تحت سلطه السيد الوزير الاول. الدور ديالو هو تحديد التوجهات الاستراتيجيه للسياسه الوطنيه للسلام المواطني. غير وضعناه على مستوى الحكومي تحت سلطه السيد الوزير الاول. وشنو هو المبتغى؟ المبتغى هو ان تكون هناك توجيهات او تعليمات تكون يعني ملزمه لجميع الهيئات ولجميع القطاعات، باسكو شفنا باللي التوصيات اللي كانت تتاخذ على مستوى مجلس التوجيه تاع المركز الوطني لرخص السياقه ولا المركز الوطني للامن عبر الطرق كانت حب على ورق والتمثيل في على مستوى هذا المجلس، يعني اذا تعدى وصل يعني درجه كبيره توصل الى نائب مدير ممثل لقطاع في على مستوى مجلس التوجيه. ولكن عندما تتخذ القرارات بحضور الوزراء بحضور رؤساء الهيئات المعنيه بتطبيق القانون، هنا تكون هذه القرارات ملزمه لجميع الاطراف. هذا جانب مهم جدا. عندما هذا في الجانب الاستراتيجي للسياسه. بعد ذلك يجي تنفيذ هذه السياسه. التنفيذ انشئت المندوبيه الوطنيه للامن في الطرق اللي راح تضم مهام المركز الوطني للامن والوقايه والامن عبر الطرق، وكذلك المركز الوطني لرخص السياقه. يعني المهام الاساسيه في مجال الامن في الطرق راح تحتكرها هذه الهيئه باشراك كذلك. يعني هذه باسكو سي با اون بوليتيك، باسكو هذه المندوبيه موضوعه تحت وزاره الداخليه، ولكن على مستوى المندوبيه هناك لجنه وزاريه مشتركه اللي راح تضم جميع القطاعات كذلك. يعني تقول لماذا وزاره الداخليه؟ وزاره الداخليه يعني في تنفيذ السياسه الوطنيه، يعني في التنفيذ على المستوى المحلي. المستوى المحلي راح تتنفذ على مستوى الولايات. يعني وزارة الداخلية لها سلطة على الولاد في الجانب التنفيذي، وعندها يعني حق المراقبة لهذه تطبيق هذه السياسة. هذا جانب. الجانب الثاني عندما أتكلم على الإحصائيات وال يعني إحصائيات حول المرور، يعني صحيح إلى يومنا هذا ما عندناش نظام وطني لجمع المعطيات. نظام وطني لجمع المعطيات ما راحش يقتصر على الدرك الوطني والامن الوطني. المعطيات تتعلق كذلك بالصحه. اليوم هو جريح، اليوم جريح ايوانس سي عاديسيو دي ترونجو الي كونتابيليزي بارمي لي فيكتيم دي زاكسيدون. يفوك يكون هناك نظام يسمح لنا بمتابعه هذا الجريح باش تكون عندنا احصائيات دقيقه بالنسبه للجرحى. وعندنا نقولوا احنا في المركز الوطني سنه 2019 جبنا 31000 جريح. 31000 جريح كاين عنده اونيغراتينور، كاين عنده جريح بليسي لو، كاين اللي كيفا نيسيسيتي رعايه tout au long de sa vie. هذوما on peut pas les différencier parce que le نظام جمع المعطيات c'est pas un système de collecte des données qui permet une analyse fine du phénomène. نعم هذا من جانب الاحصائي. وشكرا لكم. صحيح بعد بسم الله الرحمن الرحيم. انا واش حبيت نقول، حنا كوزاره معنيين بصفه ديريكت. لماذا حنا كوزاره بنطلب اشخاص مروقين دائما نستقبلوا هاد الاشخاص؟ يجيو بزاف، لان لا ماجوريتي منهم يجيو ناس سويت ان اكسيدون دو لا سويت ان اكسيدون دو لا.
انا واش حبيت نقول هاد القضيه خصها القضيه ديال الانترفونسيون كان الاخ تاع المركز الوطني تاع السياقه تكلم على التربيه المروريه حنا كقطاع ثاني معنيين بهذا لاكسالي تري تري امبورطون لماذا حنا عندنا على مستوى الدائره الوزاريه عندنا مؤسسات تربويه كتقبل الاطفال عندنا على مستوى ليزيتابليسمون عندنا سائقين تيسوقوا لي بوس يسوقوا بولادنا دونك حنا نبداو كما قلت كامل من لا باس سي تري تري امبورطون كاين ثاني فينومين ثاني سي بيرميتي لازم نقولوا لي جو فيديو هذوما لي جو فيديو لي زونفون سيسبير دو سا دونك il faut j'attire l'attention des collègues concernés par ce fléau parce que les jeux vidéo influent beaucoup sur ça. Parce qu'un enfant, il considère qu'il va faire des jeux vidéo, demain, à 18 ans, peut-être qu'il va essayer de faire la même chose. Donc c'est un volet qui est très très important. Donc, bien sûr, vous allez à Naya, Moustadine, à Bouaz, vite un cirque d'Anjamia, qui est d'ailleurs, on l'a toujours fait. Les amis de Tana, la protection civile. Vous avez dit que vous avez dit que vous كاين نقطة تاني مهمة على الأشخاص المعوقين اللي عندهم البيرمي كومبي لازم تقول لنا حاجة باش نحضروا يسمعوا واش راكم ديروا هاد الفئة هادي كاين خصوصيات ولا باسكو عندنا بوكو دو دوموند دي بيرسون هانديكاب اللي يحبوا البيرمي كومبي دونك تخي بيان لي زونكوراجي ونبداو نكيلكي هاد لا كولتور تاع لا كوندويت سي تخي امبورتون دونك واش حبيت نزيد نقول حاجة باش نخدم التدخل تاعي اللي حنا دائرتنا مازال مفتوحه باسكو عطخا غير مو ديسبوزيتيف عندنا تسمى بيون بلاص على السيكتور دون كادر تاع لا بريزون شارج دي بيرسون هانديكابي لا سيام واش دوك الشخص اللي يكون عنده حالة مرور يتقدم للوزاره تاعنا كاين ديسبوزيتيف بيون بلاص بالنسبه للكافه تاع الاعاقه تاعو التكفل تاعو ولا حقه سيرتو كاين التكفل تاعو تاع تو دي بون احتياج تاعك هذا هو واش حبيت نقول وحبيت نقول حاجه ثاني سمعت بالتدخل تاعك حاجه مهمه على التجربه تاع الاوتيزم هذيك حبيت نسمعها غير مو سخي انتيريسون بالك ننقلها للوزاره تاعنا وشكرا وجو ميرسي شكرا لفاد ممثلين لانهم معنيين مباشره بهذا الموضوع موجود مرحبا بك ووزاره الصحه ممثل وزاره الصحه موجود لأن وزارة الصحة معنية مباشرة بحرد الأمور ما كانش موزنة شكرا لسيد ممثل وزارة التربية الوطنية بارك الله فيك سيد الحليمة فقط باش نسيو الوقت أحسن وباش نسمحوا لكل واحد بالتدخل كل واحد يكون مختصر في حدود دقيقة يمثل وجهة نظر فقط كل مسؤولين لأننا كلنا معنيين وأكيد أن كل واحد يحب يتدخل لأننا معنيين مباشرة بهذا الموضوع وبالتالي أتمنى أن يكون هناك تفاهم لاحترام الوقت حتى نعطي فرصة للجميع. أقول السيد الحليمة هذه الأخت ممثلة مدرسة التوحد. تفضل السيد الحليمة. أول نشكر الشعب. طيب الدكتور بن حليمة مختص في علم النفس العيادي ورئيس لجنة التربية والتعليم للاتحاد الوطني لتطوير وتنظيم العائلة الجزائرية. إذن عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولى المركز الوطني لرخصة السياقة والملاحظة الثانية أيضا ثاني كذلك اللي هي سلوكات المواطن لأننا ما نشمع سيدنا ممثل النقابة اللي قال لك لو كان يكون طبيب احنا نشوفوا اللي حوادث المرور تقع من أقل من 40 سنة من 35 سنة حتى 20 سنة يعني معظمها تقريبا 80% لكن احنا القضية الأولى رخصة السياقة كيفاش أنا نعطي الواحد رخصة السياقة لسوق شاحنة وحافلة 90 روح ونعطيها له في مدة شهر أو 30 ساعة من التكوين كان من المفروض على أقل 3 سنوات وتكون عنده مستوى بكالوريا لأنه يعرف الشاحنة تاعو شحال توزن حنا لما نروحوا دروك الآن للشاحنات والحافلات نقول له شحال توزن كيفريني على 500 وعلى 20 متر والله ما يعرفها زاد لي اكثر من ذلك لا ما نبقاوش ديماغوجيه ونبقاو كذا ونبقاو كذا ونتكلموا من اجل الكلام لابد هناك من دخول الى الحقيقه الاكاديميه لازم يكون عندنا شيء اللي هو لابد رخصه السياقه للشاحنات والحافلات ترجع للتكوين المهني التكوين المهني لمده اللي تكون في المستوى المطلوب هذه من ناحيه من ناحيه ثانيه لما نشوف انا الان سلوكات هذه المتحوره اللي راهي موجوده
علاش ما نرجعش السائق الى سلوك متحرر؟ لان الجزائري من الاصاله الى المعاصره، ولكن ما خداش تكوين هذا تاع المعاصره، ما كونش روحه للمعاصره، مازال ما وصلش للمعاصره. الجزائري يحكم السياره امبراطور العظيم، خارج الجزائر في راسه هو الشاف، هو المسؤول، هو القائد، هو كل شيء. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه ثاني كذلك، اذا كان حابين نقلوا من حوادث المرور، قلنا على التربيه وشحال نعاود حنا نتكلموا على التربيه. اين شفنا احنا رخصه السياقه تمن؟ مركز الوطني، حضرتوا طبيب نفساني معكم؟ حضرتوا الا طبيب العيون؟ حضرتوا طبيب عضوي؟ حضرتوا طبيب عقلي؟ اذا نعم، هذه كلها اللي هي متسببه في حوادث المرور، واحنا نجوا نتغناو لهنا درنا كذا ودرنا كذا ودرنا كذا ودرنا كذا، لان لماذا؟ لانني نقول انا رانا الشيء اللي نشاهدوه في كل يوم خاصة الحافلة الشاحنة. أنا نعطي حقيقة المركبات الآسيوية والطرقات، ولكن والبارك، نقولوا البارك عندنا بارك في فرنسا كاين 40 مليون سيارة، صح؟ ما راهوش صاير وش راه صاير في الجزائر. الجزائر وش راهو كاين هنا؟ هو التهور والارتجالية والوضع على ما نديرش 40 45 مليون شرطي و 45 مليون دركي. الدركي والشرطي هو موجه، هو على كل حال مراقب، ماهوش على كل حال يظهر 24 على 24 ساعة وهو يعسو السائق. السائق واش يعسو؟ يعسو الضمير نتاعو والسلوكات نتاعو، وهذه اللي ترجع لمدار السياقة. لو مدار السياقة تاخذ بعين الاعتبار هذا التكوين وتعطي له أهمية، ونقول لك والله غير نقصوا حوادث المرور ونصلحوا حتى في السياقة. شكرا. أخت مديرة مركز أمين مستقبل استقبال ورعاية الطفولة الصغيرة التوحد، رئيسة جمعية أطفال التوحد بليدة. احنا فعلا درنا هذا المشروع عند مركز بليدة. فكرة كيفاش جات؟ بما أن تكتب أطفال التوحد يعني في المركز عندهم، يعني أولياء تاعهم هما يداوهم ويجيبوهم، يعني راح تحت حماية تاعهم تحت الرعاية تاعهم. صح هاد الأطفال شفناهم بعد كده التطور تاعهم تحسن، يعني في إمكانية أن نروح على المدرسة العادية، وعلاش لا؟ بابا يعني اقترحنا هاد الأمر للأستاذة نبيلة، اقترحنا الأمر للأستاذة نبيلة باش نخفض ضغط الأولياء، يعني الأولياء تاعهم سجلوهم في المدارس العادية. صح كانت عندهم الإشكالية، نقول لك نخاف عليه، ما نخليهش يروح وحده، نخاف الطوموبيل تحسو، نخاف هذيك. صافي كي تناقشت الأمر مع الأستاذة نبيلة، قلت لها شوفي الإشكالية، قالت لي بابا علاش ما ندخليلهمش ويسلمهم؟ قلت لها يقدروا زعما يشغل ينجحوا في هذا المشروع؟ قالت لي لا، علاش بابا؟ درنا تجربة معاهم من خلال الإشارات، بما أنهم يعرفوا الأشكال مثلا مربع كلش، لقينا تجاوب كبير مع هذو الأطفال، فدينا في هذا المشروع. يعني الأهداف نتاعنا في هذا المشروع أنه نزيدوا ثقة الأولياء في أولادهم، ونخلوا الطفل التوحدي يعتمد على نفسه، انه عنده الامكانيات انه يروح وحده ويجي وحده المدرسه، من خلال انه عارفه يعني السلامه المرئيه وش هي، كيشوف الطوموبيل وش لازم دير، هذوك الاشارات وش معناتها، يعني هذه الحاجات اللي حبينا نديروها مع اطفال التوحد، وكانت يعني المدراء رانا معاها، وان شاء الله نزيدوا الامل. بصحة وحيل التقاعد، واشتغلت بمديرية التربية الآن الشيء اللي حبيت نقوله بناء على ما سمعته من الزملاء بارك الله فيهم، كل واحد أدلى بذلوه، وكل شخص جاء بما يراه مناسبا للتقليل من حوادث المرور اللي هي وصلت بالفعل إلى كارثة. لكن أنا حبيت نقول زوج كلمات إن شاء الله يكونوا فيهم فائدة، وهو الاعتماد على المدرسة. يجب أن تكون مادة مخصصة لتهيئة الطفل ليتحمل مسؤوليته في المستقبل عندما يكون في الخارج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اسمحوا لي الصحفيين، هو أن دور الصحافة في هذا الميدان لإيصال المعلومة إلى المدرسة، سمحوا لي قليل. أنا أشوف أنه لابد من الصحافة أن توصل المعلومة الحادثة اللي توقع لا أدري، أشياء كثيرة تقع في الطريق توصلها للتلميذ الصغير. قال بارك الله فيك، كيف تصل هذه المعلومات؟ يجب أن يكون أهل الاختصاص، ليستطيعوا أن يصلوا بالمعلومة
إلى التلميذ أو إلى الشاب الصغير، لأنه الأستاذ في ميدان التربية غير الصحفي، لأن الأستاذ في الميدان يعرف نفسية الطفل كيف يصل إلى مفهومه إلى ما يفهمه، أما الصحفي فهو يعرفني أنا كشخص في الشارع، يقدر يعرف عندي معلومات فيما يخص سلوكات السير، لكن ما يعرفش الطفل. رانا نحتقر رغم أنه ولادنا، وفي بعض الأحيان نتناقش مع الناس مع زملاء الكبار، قولك الشباب مطور، الشباب ما نيش عارف منين جا، منين جا ولادنا وخاوتنا، لكن احنا ما ربيناش التربية السليمة. هذا الاختصار، تربية سليمة ناقصة، ويجب نوصلوا للمدرسة بأي شكل من الأشكال، صحافة، تلفازة، لفيديو. لماذا الفيديوهات هذه ما تنتشرش في المدارس؟ قالوا لي دي أرواح، شفت عمك واش دار، خوك، خالك، شفت واش دار في فلان ولا في فلتان ولا في زاني. هذا الطفل تكون في ذهنه هذه الأشياء، يقول لك أنا ما نديرش كيما دار هذا، ونوصلوا حتى نتابعوا الشخص اللي دار جريمة الحافلة ولا، قال هو العقاب تاعو واش وصل، هو وين وصل، شوف ما يزالش توصل انت وين وصل هو. هذا ما حبيت نقول، بارك الله فيكم، مشكورين، وشكرا لجريدة الشعب والزملاء، بارك الله. شكرا لكم تاع الحضور، كنا كذلك التضامن الوطني تعلق الموضوع، وهو نتاع الفئه المعوزه هذه كيفاش باش تتحصل على رخصه السياقه. نوضح لكم، هما عندهم اون كاتيجوري سبيسيال، سي لا كاتيجوري اف، ما عندهمش لو بي، عندهم يعني لو فيكول تاعهم يكون اميناجي سولون لونديكاب تاع الانسان، يعني المركبه اللي يقودوها تكون مهيئه خصيصا حسب الاعاقه تاعو. هذه فيه في السابق كانت عندنا جمعيه على مستوى ولايه الجزائر هي اللي تقوم بهذا الدور، ولكن مؤخرا صبحوا دي زوطيكول عندهم مدارس تعليم السياقه، يعني الخواص، وعلى مستوى الوطني هيئوا مركبات وصبحوا يجتازوا هذا الامتحان هذا لا كاتيجوري اف بالنسبه لهذا الفئه لهذه الشريحه من المجتمع. بالنسبه للفائده اللي يستفادوها، هي كان في السابق لما يتحصل المعلومه اللي عندنا، يعني الدوله كانت تعاونهم في لو بري داشا تاع لو فيكول تاعهم، هذيك امتياز تمدوا لهم الدوله، هذه فيما يخص لا كاتيجوري هذه. نظن رديت عليك هنا في الجانب هذا، كانوا يجونا ويقول لك انا مادا بيا باش ندير مالغري راني مليح شويه بصح راني حاب ندير بون راني معاق، مادا بيا راه كاتيجوري اف ويسك عندي فايده فيها تسهيلات. نو انني قلت يعني واش كاين باش نوضح برك للصحفيين، هذه ماهيش حنا من الاختصاص تاعنا، حنا الاختصاص تاعنا هو نكونوهم ونقوموهم. ولكن اكو وضحت انت، شكرا. فيما يخص الاخ سي بن حليمه، ونعرفه يعرفني على كل حال، كل مرة يطالب بالطبيب النفساني لازم له يكون في، يعني يكون رايو في الشهادة الطبية. والله اليوم يعني لو نشوف يعني التهور هذا نقول فعلا أنا نأيده من جهة، ولكن هل احنا اليوم في الشهادة الطبية هو فيه قرار مشترك ما بين وزارة الصحة ووزارة النقل، القرار هذا صدر سنة 84 مازال ساري المفعول، ولكن نأكد لكم انه فيه لجنه مشتركه راهي تعمل على مستوى وزاره النقل والاشغال العموميه حاليا باش تحدد يعني القانون هذا تاع 84، القرار هذا يجوز الزمن لو نقولوا يعني للحقيقه فعلا فيه ان شاء الله الناس تدرس باش نعاودوا ندخلوا عليه مستجدات. فيما يخص لوطار مو يقول لك انا لازم نكون، مال الكارديو لازم يكون، نورولوج لازم يكون، جينيراليست لازم يكون، ما فهمناش هذه الشهاده الطبيه هذه كيفاش نرجعوا. انا من جهه اني معاه، انا نقول كاين فعلا تهور تربيه، قلتها ومازال نذكرها، والاخوه في الميدان راهم يشوفوا
وحنا كما رانا نشوفوا يا اخواني، والله تشوف هذا المترشح هذا لما يتقدم عند المفتش يوم الامتحان كيفاش يتسول، والله يقول الملائكه امام صلي موراه، اقسم لكم بالله اني مادي اليمين، ولكن هل ذنبي انا ولا ذنب الشرطي ولا الدركي ولا ضد ممثل المركز الوطني للوقايه والامن في الطرقات اللي نشوفوه يعني يجتهدوا كل مره هذه حملات وهذه كذا وكذا. نو سيرتيفيكاسي لا اسمعني سي بونا لا اسمعني احنا الهدف من هذا الاجتماع والهدف من دعوة الفاعلين والمتدخلين في هذا الشيء باش نحاولوا ننسقوا بين كل القطاعات حتى يعني فرصه باش يكون في سياق هذه الشهاده. شكرا باش نرد عليه برك. الشهاده الطبيه بالنسبه للشهاده الطبيه فيها مستجدات عن قريب ان شاء الله. شكرا هذا احسن شيء. فيه ادخال امور جديده ان شاء الله وتكون علينا بالايجابيه. بارك الله فيك. شكرا. تفضلي فقط للتوضيح فقط. En matière de conformité et de sécurité. Nous avons des textes réglementaires et nous sommes responsables d'appliquer les dispositions de la réglementation et ce, en renforçant les opérations de contrôle au niveau des sites de vente des pièces de rechange surtout. Pour cela, nous avons la loi 0903 des pièces de rechange. C'est pour contrôler la conformité des pièces de rechange qui sont vendues. Les véhicules, oui. Les véhicules aussi. Nous avons la loi 0903 relative à la protection du consommateur et la répression de fraude. Cette loi, elle a deux volets. Un volet de protection du consommateur vis-à-vis du commerce illicite et la fraude, la contrefaçon. Et aussi, elle a un volet répressif. C'est la répression des fraudes vis-à-vis des produits qui sont non conformes. Nous avons aussi, cette loi aussi, elle énonce des dispositions concernant les associations de protection du consommateur. Le rôle primordial, c'est de sensibiliser le consommateur concernant les produits qu'il acquiert sur le marché national. Et nous avons aussi le texte décret exécutif 13-378 concernant l'information du consommateur. Elle énonce des dispositions en matière de mention obligatoire qui doit figurer sur l'étiquette des produits vendus. En matière de nom du consommateur, du producteur, de l'importateur, toutes les informations concernant l'importateur, le fabricant et le produit lui-même. On a aussi un décret exécutif concernant le 12-203 relatif à la sécurité des produits, que ce soit service et bien. C'est-à-dire que le produit doit respecter les prescriptions de sécurité. Des laboratoires de répression des fraudes sous la tutelle du ministère du Commerce qui sont chargés du contrôle de la conformité des produits industriels, notamment les pièces de rechange. Mais aujourd'hui, ce laboratoire il n'est pas bien équipé, il n'est pas doté de tous les équipements permettant le contrôle de ces pièces de rechange. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer un texte réglementaire qui est un arrêté ministériel relatif ou bien rendre obligatoire la position de la mention CODABAC, l'étiquetage CODABAC, qui permet la traçabilité des produits, que ce soit importés ou bien fabriqués. Ce texte permet de lutter contre la fraude, la contrefaçon et le commerce illicite. Merci. فقط فيما يخص ربما المتاحه هو ان يعني الحاضره الحافله تستجيب للمعايير الدوليه حافله لتشعر فيها الماء بمجرد الاستخدام. اعتقد ان هذه حافله يجب ان اعاده النظر فيها. هناك العديد من المشاكل. احنا الان يعني الهدف من تنظيم مثل هذه الندوات هو حتى ان نستمع لبعض الاعضاء ونبحث عن الخلل اين هو موجود لمعالجه الخلل وليس لمحاكمه الناس. نحن كوسيله اعلاميه نعمل على التوعية والتحسيس بهذه المشاكل الموجودة. تفضلوا النقاش مفتوح إذا كان فيه الإخوة من الصحفيين اللي عندهم أسئلة ولا يتفضلوا. تفضلوا. مواجهة هذه الجريمة التي يعني كل واحد يعني ولات كابوس سيتين قديم يعني بعد الطريق كم من مرة يعني
حملات تحسيس، ولكن بقدر ما تكون هناك حملات تحسيس بقدر ما تكبر حوالي المرار حتى لم تؤدي نتيجتها. أنا نشوف لابد من بحث عن بدائل أخرى، بدائل تخلي فعلاً المواطن سواء كان راجلاً أو كان سابقاً مسؤول يدرك فعلاً بأن هذه الطريق طريق للأمان للسلامة وليس طريق الرعب، طريق للأزمات أو الحرب. نشوف يعني حاجة ربما من حقها في هذه الندوة هو ما يتعلق بالتاريخ. إذا فرصت المدير يا ترى هل هي تخدم معايير سلامة المرورية أم لا؟ لأن على حسب ما تأتينا يعني تقريبا تقارير لتوصل على حوالي المور سواء من مصالح الأمن تقريبا ستاندار دائما نقولوا 99% العمل البشري ولا توقفوا عند هذه النقطة من صح العمل البشري، ولكن إلى التاريخ ما يسميه إلا كان هناك الرضان يعني لغم ما يشوفوش، لكن إشارة مرور مش بينا. أين هي دور الجماعة المحلية؟ نشوف الجماعة المحلية هي الرول تاع بريمورديا أكثر من أي شيء آخر، سواء المنتقلين سواء لازم تكون الدور يلعبوها أكثر، لأن الحوادث المرور هي تحتاج المدن توقع. وشكرا. خدمته، ولكن انا عندي ملاحظه في هذا الجانب. هذا متسائل كما يتسائل المواطن سيتي كخبير تقني قطع غيار غير قصليه اللي راه يدخل الجزائر لا بيس دي طاشي. اليوم حنا حطينا ديما سونداج ونيقولوا لا غاروتيير، يعني شفنا صبر الاراء مع لي ترونسبورتير والحمد لله هو ممثل على الناقلين راهو هنا معنا. قال لك حنا ما عندناش لا بيس دي طاشي دوريجين، حنا رانا نبريكولي ونجيب تاع الكاميون ونلصق ونجيب تاع كذا ونلصق كذا منا ونمشي. هذه علاش ما خممناش فيها؟ دابور لازم لنا قطع الغيار الاصليه، هذه نقطه. بالنسبه للاخ كان تطرق وقال ساعه التكوين، الى كان كاين فيه هنايا حنا القانون لو بروغرام ناسيونال برنامج التكوين الوطني، البرنامج التكوين لتكوين المترشحين على مستوى الوطن عند بروتوكول ا وزاد 25 ساعه و 30 ساعه يمدها. الى ما مدهاش المترشح، المترشح مش كاش احنا ما نعلموش، واما في بعض من الاحيان نشوف المترشح فيك ونقول له شحال من ساعه قريت، يقول لي قريت 10 سوايع. أنا يعني قلت لك عندنا 17 المدرسة توقفوا هذا العام على مستوى الوطني عن العمل تاعهم، فيه دورات تفتيش بصح نقول لك كافية ولا غير كافية؟ إذا كان كاين أن كومبليسيتي من عند الكونديدا واش ندير أنا؟ الأخ طرق وقال بلي عدد الساعات في بعض من الأحيان غير كافي. سي بن حليمة باش نوضح، أنا مانيش بن حليمة راهو خويا الله يسلمك، فيه دراسة وحنا كخبراء في الميدان اللي يوميا نتعامل مع المترشح، حنا عندنا احتكاك دائم مع المترشح، انه لو كونديدا اللي في عمره 20 ساعة 20 سنة 20 ساعة تكفيه من خلال تجربة ومن خلال دراسة. في عمره 50 سنة لازم له 70 ساعة في التكوين، يعني واحد في عمره 18 سنة أو 17 سنة 17 ساعة تكفيه. واليوم الحمد لله نص من لي كونديدا غير اللي طلع يحط روحو في الفولو نعرفو إلا كان كاين ساك عندو طويكول وساك برا، باش كان الناس عندهم طونوبيلات. الطفل اليوم شنو سبق ودك وأشرت أنت وقلت بلي ممثل التربية قالك بلي الطفل لازم نغرسو فيه الثقافة المرورية مثل الشجرة، لما نربيوها ونصبروها باش تجيب لنا، ولا كان خليناها كبر السوفاج هاك شتو واش تجي جاي يستعنيك. نفس الشيء للطفل، الطفل لما يركب مع باباه ولا البنت بار كيريوزيتي يشوف باباه واش يدير في المركبه، يتعلم ياخذ وراثه ياخذ من باباه قبل ما يروح للطو يقول الله غير يجي يعرف يصور. اليوم راهم يقراو بار انترنت الكود، تجي
يونيفرسيتير تطلع معايا نقول لها انت اش حقك تعمل دوك الكل شوف هنا 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 سيبا بوزي لا دي كيستيون سيبا تقول لي نقرا عن بعد ايه تقرا بار انترنت وراه الاشكال ولكن التطبيق في الميدان هاو العيب وين راه السلوك التربيه ورانا نشوفوها التربيه تبدا يا اخواني نقولها لكم الصحابه هما موجودين معنا ما خبيوش يشوفوا غربا التربيه من البيت التربيه من البيت قلت الاخت طرقت وقالت وكيفاش يجي نهار اللي نقلوا من حاوات المرور سبقت وأشرت في السابق وقلت لك لما نعمل وانا على يقين ومتاكد باذن الله وهو معايا السيد ومثل المركز الوطني للوقايه والامن مانيش عارف يشاطرني ولا لا لما نعمل بالرخصه بالتنقيب هذه بالنسبه لجميع المركبات وبصفه خاصه لو موشار لو ديسبوزيتيف هذا الرقمي يكون موجود في مركبات النقل العمومي للمسافرين والله انا عندي اقتراح اليوم جاني هنا في راسي حاليا حبيت نقترح يا حبذا لو يعني في المستقبل السيد اللي نال رخصة السياقة من صنف د يعني اللي تخول له باش يقود ترونسبور دو فواياجور ما يغامرش يعني يمشي على الاقل مدة سنتين كتجربة لمسافة هذه ولا تجيني في الليل انا في راسي يعني لسنتين لمسافة لا تتجاوز 100 كيلومتر يعني قال يروح من لبيرة ويولي ياخذ كتجربة ولماذا كما هو معمول به في الصف با يعني تكون عنده لا كاتيجوري دو باز بوندون دو زون كتجربة باش ينتقل يروح يجتاز صنف اعلى يعني لو سي او لو دي لازم تكون عنده اون اكسبيريونس دو 2 زون اللي يكون عنده لا كاتيجوري بي اكتويلمون ربح اليوم ما يقدرش غدوه يروح يسوق يجوز امتحان اخر يروح يجوز امتحان من الصنف جيم ولا دال ولا جيم واحد لازم له سنتين كتجربه تكون عنده رخصه مؤقته ماذا بيا حتى في الترونسبور كوما ولماذا يعني باش يزيد يتقلم ويتكون في الطريق احسن بس حتى التجربه ما خدوش على بعضنا التجربه تاع هاد التكوين هذايا تاع السائق الحرفي انا خديناها ولكن ما جابتناش يعني نتيجه فريمون ايجابيه والناقلين احتجوا عليها واش صار فيها تراجع وكذا انا ماذا بيا حتى السائق هذا اللي نال رخصه من صنف دان يقيدوه ما يتجاوزش مدة سنتين واش قلت حضرات الاقتراح هذا انتم تمثلوا يعني انتم تعملوا خارج المدن يعني يقود من البليده من المديه من يعني حتى يتكون ويتاقلم مع لو فيكيل هذا دو 12 متر ولا 8 متر ومن بعد التجربه هذه يقدر يقود سيدي من ما يسمح له به القانون في السياقه العاديه والسياقه المستمره. كاين بلدان قسم بلدتي سيتادير بلاص. ايه هذا واش عندك؟ هذا هو يعني المبدا انا هذه يعني 12 هذا كاقتراح يا حبذا يعني لو يتجسد قانونيا في الميدان نظن جاوبت على الاسئله نولي لو بيرمي اقوى كاين واحد السؤال على الاليات وسؤال موجه تاع النقابه تاع الناقلين الاخ صحفي الاذاعه الثقافيه طرح بعض الاشكالات فيما يخص الناقلين فيما يخص الهدا تاع الناقل فيما يخص الخدمه فيما يخص النظافه فيما يخص كثير من الاشياء يقول لك بان يعني من الموضوعي انك تدافع عن الناقلين ولكن تدافع عن الخدمه العموميه كذلك نعطي الكلمه فيما يخص الاليات ما معنى تبدل الاجابه عن الاليات نشكركم تفضل وهذا موش انغاجمون تاع القطاع مي راهو اقتراح الله يبارك كاين مجهودات كبار كاين قطاعات هذا واش نقترح بيتيت كي ديكزيست بيتيت كي ديكزيست با بوكوا دو با ميتر ان بلاس ان بلان داكسيون وين يكونوا مثل كاع القطاعات
كامل المجهود تاعو يبان في الكونفاكسيون هذا ونحاسبوه اليوم انجاجي يقولنا واش دار مثلا كما الاخ الكريم تاع الصباح طلب لي ستاتيستيك كيما حنا ما عندناش ستاتيستيك سيغي انتيريسون دي زافوار اترافير السيكتور ولا كونسيرني يعطينا اترافير سو كونفاكسيون نطلبوا منه اون سكي كونسيرن التحسيس تسمى كامل معنيين بالتحسيس كامل القطاعات الجمعيات الجمعيه اللي نشكرك بزاف على المبادره تاعك وحنا مادا بينا نتعرفوا بك تعطيها لنا بالك نعموها ان شاء الله في المدارس تاعنا وبدا بيا نشوف الاطفال كامل انا مازال الاطفال يقول لي عمو قطعني الو كاين الباساج كروتي حتى قافين لازم نعاودوا نرجعوها واتخابع لي كوليكتيفيتي لوكال دونك هاد لي زانفورماسيون لازم يكونوا اترافير ان بلان داكسيون و تول مون شاك سيكتور يكون ان انجاجمون تاعو سيريو ويكون ان بون بيدواي وشكرا بزاف 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 هي ماهيش مهمة الأساسية صح يعني ماهيش مهمة الأساسية حنا المهمة الأساسية تاعنا هي لما تكون نشوفوا البيلون نبدو من يومي أسبوع شهر تريمستريا سيمستريا أنيا نشوفوا نقص لي زاكسيدون هذا هو البيت تاعنا الهدف تاعنا لأنه علاه أنه ما عندنا حتى حاجة لا مع إكس لا مع مواطن نطبق قانون مرور يستقبل انه السياقه السليمه هذاك هو المواطن الكفء اللي يسوق السياره وما ياذيش نفسه وما ياذيش المرور. فيما يخص الاليات هي كان المجلس المشترك للحكومه في 27 جانفي كانت خارطه الطريق من بين النقاط التي تم تجسيدها لحد الان هي تشكيل فرق مختلطة بين الأمن الوطني والدرك الوطني ومفتشي النقل ومفتشي العمل للخروج ميدانيا في محطات نقل المسافرين وكذا على مستوى الطرق والمحاور لمراقبة مدى تقيد السواق الناقلين النقل المشترك ونقل المسافرين باحترامهم وتوعيتهم لأنه لحد الآن على حسب المعلومات اللي عندنا أنه هناك تعديل في التعليم فيما يخص ساعات السياقه الى وساعات الراحه الى غير ذلك حتى في دفتر الشروط بالنسبه وهذه نورمال وهذه يقدر الممثل تاع وزاره النقل يزيد يفسر فيها بالنسبه للوزاره لقياده الدرك الوطني اتخذت اجراءات فوريه من بين الاجراءات هي الانتشار امثل للوحدات المكلفه بامن الطرقات على مستوى النقاط والمقاطع السوداء لانه لما نقول مقطع ونقطه سوداء هو اكثر احتمالا لوقوع حادث مرور لما نحتلوا انا في الاوقات الحرجه والا اوقات بناء على احصائيات هذه عندنا اوقات يعني يكون عندنا استباقيه اوقات محتمل ان يكون فيها حادث بالسير هذه الاوقات نحتل فيها الاماكن انه ما يخفاناش انه وجود الدركي في حد ذاته هو عامل وقاع لما المواطن يشوف دركي والا عون امن مباشره يلتزم بقانون المرور ويحترم قانون المرور بالتالي لما يفوت هذيك النقطه السوداء الحمد لله نقولوا ما كانش حادث هذا النقطه الاولى النقطه الثانيه هي ادراج الوسيله الجويه كعنصر مساعد هناك كذلك حلول هي مدرسة باينال تحويل مدرسة هذه مدرسة لأعوان شرطة الطريق هذه تقوم بالتأهيل والتكوين هذه فتحناها علاه أنه باه نزيدوا العون القوى العمومية أكثر كفاءة تكون أكثر كفاءة في حسن السلوك مع المواطنين في حسن توعية يكون حتى هو يكون على دراية بكيفية أنه يغير من ذهنية تاع المواطنين هذه بنجاوبك على العنصر الرضعي كذلك هذه المدرسة كذلك من بين المهام تاعها أنه تأهيل إلى درجة أنه يكون
درجه كما نقولوا حنايا يكون كفء كفء بانه يواجه مستعمل طائر. كذلك تم التنسيق مع جميع الفاعلين في الميدان وقيام بعمليات تحسيسيه توجيهها الى ظواهر معينه. هذه الظواهر التي من شأنها انها تؤدي الى الحوادث المرور الخطيره. كذلك تم توجيه المجهود الرئيسي للقوات الوطنيه السنه الحاليه على المخالفات الخطيره التي تؤدي الى حوادث المرور. مخالفات خطيره لما هذه ندوسوا الحصيله السنويه نشوفوا قال مثلا السرعه تجاوز السرعه المحدده والى التجاوز الخطير والى النسب والاوقات والايام حتى مستقبل ايام اسبوع اوقات الى غير ذلك ومختلف الفصول الى غير ذلك. وشكرا. شكرا. شكرا. اخت وزاره التجاره. تفضل. تكمله واجابه لسؤال الصحفي عن وقت الانباء الجزائريه فيما يخص الميكانيزمات والاليات الضروريه التي يجب ان تطبق في ارض الميدان للحد والتقليل من حوادث المرور. اختصرت في كل من كلام الاستاذ نايف الحسين والسيد المدير العام لجلاله الشعب والاستاذ الخرشي. فيما يخص مذكر السيد المدير العام ما هو كل موجود حاليا من تقليد من جانب وقائي وتحسيسي وردعي ما يقابله من في استقرار للحصيله والنسبيا سنويا، لكن ما زال للاسف نشاهد بعض الصور والحوادث المؤلمه في حوادث المرور. حق الوقت وين تكون بدائل واليات ونظام وهيئه تكون لها الصلاحيه الكامله والخاصه للتكفل بحوادث المرور. نقول تتكون من اقسام وخبراء لهم عده صلاحيات من دراسه وتحليل واقتراح وتسجيل في ارض الواقع. هذه اللي تسمى ما يكون المندوبيه والتي اعطت نتائج كبيره في الدول المتطوره وعبر المدى المتوسط والمدى البعيد. لما نتكلموا عن المندوبيه ليس فقط السياقه فرصه السياقه بالتنقيط اللي لها دور بيداغوجي اكثر من جانب ردعي او ما شابه ذلك. استاذ خرشي ذكر ارقام رهيبه جدا فيما يخص 12 مليون متنقل او مسافر عبر الشبكه البريه من ضمن كنت نفس الخطوط الجويه الجزائريه اكثر من الخطوط الجويه الجزائريه. شيء ارقام يعني يجب ان تستغل في لصالح النقل العام او النقل الجماعي من جانب تطويره ومرافقته ومواكبته للمساهمه في الحد والتقليل من حوادث المرور. نظن انه نعود الشرف الاول من جوابي وهو المندوبيه الوطنيه للسلامه المروريه او يسمى كما يشاء. نظن انه لحق الوقت يجب ان تفعل وتعطى لها كل الصلاحيات الكامله من ما ينص عليه قانونها او المرسوم التنفيذي لمزاولة وتطبيق الحلول التي منذ سنوات نحن نتكلم عليها والجميع الخاص يعلم أين هو يكمن الخلل وأين هو الحل. وشكرا. شكرا لك. أعطي الكلمة لممثل نقابة المنقلين ومادة الأخت ونخدم. شكرا. كاينة واحد القاعدة تطبق على الناس كامل. تطلب مني واجبات كاملة لازم ندي حقوق كاملة. تعطيني حقوق منقوصة بالمقابل نعطيك واجبات منقوصة. للأسف نروحوا للأطباء نلقاو اللي عندهم لوردر تاع لي ميدسان، نروحوا للبياطرة عندهم لوردر تاع البياطرة، نروحوا لجوستيس عندهم لوردر تاعهم. هذو المهن المقننة كامل عندهم لوردر اللي هي تقوم مقام النقابة. يعني لوردر هذا عنده حق أنه يسحب رخصة الاستغلال دان افوكا ولا دان ميدسان. في حين أنه قطاع النقل قامت الدولة بتفريخه في شكل ناقلين خواص انديفيديال 90,000 حافلة فيها 80,000 متعامل، يعني حافلة فاصل 2 لكل واحد. هذه مش حنا اللي درناها، هذه الدولة رخصتهم هكذا في الثمانينات لما طاح البترول والقطاع العام افلس والنقل مشكل لازم تكفل به الدولة. السياسيين في ذاك الوقت تكفلوا بالنقل من خلال منح الرخص للخطوط بطريقه انديفيديال ناقل بحافله، والحل هذا كان ذكي في هذاك الوقت. كانوا استغلوا الموارد نتاع الخواص، وفي ذاك الوقت ما كانوش قادرين يقولوا النقل جيب لي 100 حافله ولا 50 حافله باش تكون بروفيسيونيل باش نعوضك، لانه اصلا كنا في الاشتراكيه والناس ما عندهمش راس مال كبير. دونك السياسيين في هذاك الوقت تفتحوا لهم الخواص بالطريقه هذه مش نقصوا لعين. اليوم الحمد لله تطورت الامور، لازم نرتقيو. اذا حبينا نرتقيو كاين معيارين لازم نعتمدوا او عاملين لازم نعتمدوا. العام الاول اذا بقينا بشكل ترونسبورتر انديفيديال
كما راهي في اليونان، كما راهي في بوغوطا عاصمه كولومبيا، كما في كثير من دول نجحوا عن طريق لو بي 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 بارتنيري بيبليك بريفي، وين تولي تخلق اون انستانس انترميديير اللي تتعامل مع الخواص بمجموعهم الكبير، ومن بعد هي اللي تتعامل مع الدوله اللي باش تجيب هذه التعويضات وترتقي بدفتر الشروط وترتقي كذلك بالاداء. هذه كامل كانت محل ايام دراسيه، ومازال نزيدو نديرو ايام دراسيه في المستقبل بالتنسيق مع سينيت وليزانسونس الاخرين اللي معنينا كامل كثير مع سي ان بي اس، باش كيفاش نديرو هذا لو بارتنيري بيبليك بريفي باش نجمعو الناقلين. إذن هنا لكان كاين 6 ملايين راهم يتنقلوا في الحافلات الحضاريه وشبه الحضاريه يوميا، كاين حوالي 50,000 اوبيراتور اللي يخدموا النقل الحضاري وشبه الحضاري. دونك تقول لي في 50,000 كاين 5,000 ماهمش ملاح، نقول لك كاين 45,000 ملاح، دونك 10% مش مليحه. تقول لي راهم 100% ما نتفقش معك. هذه بالنسبه للوضعيه، لكن لو تمكن النقابات النقل والاوردر طلبناها في 2004 من وزاره النقل، قلنا لهم ما نقعدوش نقابات على غرار النقابات الاخرى خاضعه للقانون 1490. أخلقوا لنا لوردر دي ترونسبورتور، كيعود كاين لوردر دي ترونسبورتور تولي عندنا سلطة على الناقلين، وبالتالي كي واحد ما يحترمش تولي عندنا سلطة على غرار السلطات الأخرى، نزيدو حنا نتحاماو معاهم، دوك عندنا سلطة أخلاقية برك. هاد 10 ولا 20% عندنا عليهم غير سلطة، نقدروا غير نقولوا خزي شيطان وحشم وهذا واش نقدروا، هذا باش رانا ممكنين حاليا. بالنسبة للحلول الاستعجالية اللي الحلول، يعني كاين سؤال حول ما هي الميكانيزمات الممكنة. تفضل الاخ الكريم المحترم، تفضل بانه تندار يعني ان بلون داكسيون. لو بلون داكسيون هذا راه مقنن دوبي 2001، في 23 جويليه 2001 خرج واحد المرسوم واسمو رقم 261، واش يتكلم؟ تنصيب لجنه العقوبات الاداريه اللي تلوح لي بيس ولي كاميون في الفوريات في كل ولايه، وتنصيب المجلس الوطني للنقل البري. والمجلس الوطني هذا هو عباره عن مجلس حكومي فيه كل الدوائر الحكوميه تتلاقى ثم، وشنو هي المهمه تاعو الرئيسيه؟ الارتقاء بالنقل والسلامة المرورية، ويبدو رأيه في كل هذه الأمور، وكل فيما يخصه يلتزم بالتزاماته. دوبي 2001 المجلس هذا يجمع غير باش يتنصب وما يزيدش يجمع. دونك هنا الهيكل راه موجود لكن موش يجمع، موش يتلاقى وموش يخدم، ما خلاوهش يخدم ولا ما قدرش يخدم، هذه ما على باليش. درك حنا أنا ماذا بيا نكونوا إيجابيين. في كل مكان كاين الناس شرفاء، كاين الناس اللي ماهوش شرفاء. يا سيدي الحكومة وتعينت بلي كانت فيها عصابة، إذا كاين الناقلين اللي ماهوش شرفاء على غيرهم برك، ما نسودوش كلش، ما نسودوش كلش. أنا ماذا بيا نشوفوا نصف الكوب المملوء والناس اللي تبذل في المجهود. بالنسبة للحلول الاستعجالية نقترحوها حنا كمنظمة، عندنا كل يوم يموتوا لنا زوج، نهزوا 12 مليون كل يوم يموتوا لنا زوج، من 12 مليون يموتوا زوج، أنا نشوفها إيجابية. بصح ماذا بيا يوليو سهل، لا يموتوا زوج، ماذا بيا يوليو كيما النرويج زيرو أكسيدون. بور سو فير كاين زوج حوايج نديرو، على المدى البعيد لازم استشراف، وما يقدرش يكون استشراف لو كان سي ام بي سر ما يوليش سلطه، يولي مرصد ملحق برئاسه الجمهوريه، يولي يتصرف على الوالي في امور السلامه المروريه، يولي يتصرف على المركز الوطني للرخصه ويقول له ها واش دير، مش ماذا بيك دير، مادام موش سلطه صافا با مارش، مستحيل تمشي، يقعد غير في ماذا بيك، انا في ماذا بيك. الحلول الاستعجاليه اللي ممكنه، الحلول الاستعجاليه بالنسبه للترونسبور توسكي تي بي، عندنا يموتوا لنا زوج كل يوم مقابل 12 مليون ننقلوهم باش يعودوا ما يموتوش. دونك الكرونو تاكيغراف باش نجيبوه سي لو ميور اوتي دو كونترول باش نعرفوا السائق قداش صوت قداش ريح. الكرونو تاكيغراف درنا تنسيق مع الاتحاد الاوروبي باش يجيبوا لنا الكرونو تاكيغراف. اخواتي حبوا يكلخونا، حبوا يكلخونا كرونو تاكيغراف انالوجيك ديباسي تاع السبعينات باسكو عندهم ستوك، حبوا يبيعوا لنا. الحمد لله اخوان تاع الدرك تاع الامن والسي ام بي اس ار ووزاره النقل والمنظمات النقابيه ما قبلناش. هذه صارت في 2014 جابوا لنا وقالوا باسعار معقوله ونديروا لكم اميليوري وسي با كوا. في المغرب راهو نيميريك انا تجيب لي الانالوجيك لهنا، وبعد واش قالت؟ وقالت اتونسيون الكرونو تاكيغراف انالوجيك راهو عندنا ان ستوك ولا تكنولوجي تاعو الي ريفالي، معناتها بعد 4-5 سنوات ما عندي ما ندير لك. حنا ما مشيناش معاهم، قلنا نديروا الكرونو تاكيغراف نيميريك اللي هو متطور دوك راهم في الجيل الخامس في اوروبا، بصح باش دير الكرونو تاكيغراف الاوروبي وتدخلوا للجزائر لازمك تولي بي كونتراكتون مع الاتحاد الاوروبي، وباش تولي بي كونتراكتون مع الاتحاد الاوروبي ويمشي الكرونو تاكيغراف نتاعو لازم تكون دوله اوروبيه.
هات انا قلت بيه دونك هنا دونك هنا عمليا ما نقدروش نجيبوا الكرونوتاكيغراف انالوجيك لانه ما يليقناش وما نقدروش نجيبوا كرونوتاكيغراف نيميريك اوروبيه لانه ما لناش دوله اوروبيه سواء توصيه اللي مدينا في ذاك الوقت سواء الدوله الاتحاد الاوروبي يعاود يسجل لا كونفونسيون تاعو عن كلوني ويفتحها على دول شمال افريقيا باش تولي الجزائر تخش معاها في الكونترا احنا باغيين كامل سواء ما نديروش كرونوتاكيغراف اوروبيه كاين دوتر كرونوتاكيغراف كاين الامريكان كاين الجابوني ونقدروا نديروا نوتر بروبر كرونوتاكيغراف انا انخرط مع الاخ الكريم اللي قال لك الفو باريفي الفو باريفي صح احنا ما عندناش كرونوتاكيغراف نيميريك حابين لو تو او ريان الكل اولا شيء كاين اسود وكاين ابيض وكاين رمادي لا ما نخدموش نوتر بروبر كرونوتاكيغراف معنا لي فيلم تاع الالكترونيك اللي يقدروا يخدموه ولا حتى ما يجيش كيما اوروبا وصل المقترح تاعك شكرا شكرا لا معذره انا راح نترجاك انك تخليني نكمل كيف هذا اللي قالت لي القاويه شكون فين بدنا نتاجر لا اقتراحات في كاين طب باش تاع يعبط الوقت زدت الوقت انت خدمت وزاره التجاره انا يعمل وقت معناها في الحلول الاستعجاليه نقدروا نديروا ان كرونوتاكيغراف ادمنستراتيف طرحناه على وزاره النقل عنده 5 سنوات في زمان العصابه طرحناه الحمد لله دوك في الجزائر الجديده هم راحين يتبنوه بالك دي سي كالكومو تلقاو خرج سما نراقبوا مدة السياقة تاع السائق من خلال زمن الدخول للمحطة لأنه درك مديرية النقل تمد اون كارت دولار خاطر لي زاكسيدون اللي يصراونا ماهمش يصراو في الميليو إربا يمشي بيربا هم يصراو في التريلون تراجي فوق 300 كيلو تحت 300 كيلو ما عندناش مشكل فوق 300 كيلو يصراو لي زاكسيدون عندنا 360,000 اللي يتنقلوا فوق 300 كيلو في الحافلات فوق 300 كيلو لما يدير له زمن الخروج توقيت الخروج من المحطة قال تخرج من محطة الجزائر على الساعة 7 صباحا متوجه وين تم الراس 1300 ولا 400 كيلو 2000 كيلو طيب 2000 كيلو يلحق تم الراس نورمالمون قالت الحب بعد 40 متر معناتها عندك زمن دخول للمحطه اللي نحسبو تيوريكمون كي تمشي 90 الر وكي تحترم وين كاين 40 وين كاين 50 ولي زارين تاعك ايتترا تيوريكمون ما تقدرش تخش لتم الراس الا بعد 48 ساعه الا كان دخلت من 48 ساعه وروح لفوق ما نهضروش معك الا كان دخلت قبل معناتها درت لك سيت فيتاس ولا معناتها ما ريحتش سيت ان اوتي دو كونترول سيت ان اوتي اللي يتعاونوا فيه مسيري المحطات درك ادمنستراتيف مو بارلون الاخوان في وزاره النقل هم يعرفوا على هذا الامر هذا ان شاء الله يجيب نتيجه اللي حبيت نقول لكم بلي انا كنا سباقين فيه درناه عنده 5 سنين ولا اقتراحين الاخرين تفضل طيب الخطوط فوق 600 كيلومتر فوق 600 كيلومتر هي توقع فيها سياقه فوق 8 ساعات القانون يقول لازم مخطط نقل وطني اللي يضغط العلاقات بين الولايات يدير الوزير ما عندناش مادام ما عندناش علاش ما نحبسوش هذا النزيف علاش رانا مازلنا اليوم ناقل كي يجي فوق 300 كيلومتر يجيب حافله يطلب اي خط فوق 300 كيلومتر علاش يروح الدوار من الجزائر يروح الدوار يعطي والو ومن بعد يولي يدخل امريكي في التوقيت وتلقى روحك من الجزائر لتمراست ما عندكش تولي زور ان ديبار تلقى من الجزائر لتمراست عندك تولي 10 مينوت ان ديبار باسكو كاين اللي يحمل تمراست ويكمل اليزي وكاين اللي يمشي طريق تمراست كامل تبقى له غير تمراست ما يشتركش معاه هذا لو شوفوشمون راهو اونتي ماسون تنفيذ بصح راه نطبق في الميدان لو الوزاره تاعنا تجمد هذه الخطوط بالك بتوصيه من عندكم سينيك تجمد هذه الخطوط ونعاودوا لوماياج علاش انا ندير ترونسبورتور اللي يدير لي هذا الميغا تراجي مادام انا على بالنا باللي الحافلات قليل وعلى بالنا باللي السائق يقول له نصوب وحدي باش نزيدها في مكتوبي في شهريتي وكذا علاش ما نقولوش نديروا اماياج نخرقوا مع المحطات اللي كاينين دوك عندنا حوالي 70 محطه جديده مبنيه باكثر من 40 مليار المحطه وكانهم مطارات قال تمشي من الجزائر حتى من راس ما كانش زي تمرس كاين زي الجلفة ومن الجلفة كاين الجلفة غردية ومن غردية كاين غردية تمرس أماياج في غياب مخطط نقل نقدروا نديروا ان تروكي من هكذا كحل استعجالي كذلك غرامات الجوزافية شكون اللي ارتكب المخالفة في الطريق نهضر على النقل خي السائق مش مول الحافلة أو السائق لما يرتكب مخالفة تاع نقل ما عندها حاجة لشي سيتي بدير حادث مرور سير شارج يرفد الناس في اري موش اري يحطهم في لوطوروت مخالفة دارها السائق قانون المرور المادة 12 يقول أن السائق هو المسؤول المدني على كل ما يجري داخل الحافلة. قانون النقل يقول مخالفة النقل يتعاقب عليهم النقل ما يتعاقبش السائق. المقترح نتاعنا اللي درناه عنده 10 سنين وما زلنا نطالبوا فيه وماناش فاشلين وإن شاء الله اليوم بالك بكم تكون الفرصة هذه أنه إحداث غرامة جوزافية بعنوان قانون النقل للسائق لما يخالف قانون النقل على غرار الغرامة الجوزافية بعنوان قانون المرور. لما نحكم الدرك يحكم سائق دار سيرشارج كيدير له ان بي في لمول الحافلة باش يروح بالفوريات معليش لانه مسؤول عليه ولكن في نفس الوقت يدير له ايناموند دو 4000 دينار ريتريت بيرمي دونك ما يعودش يدير المخالفه هذه بالنسبه للسواق السيارات الفرديه اخر مقترح
اخر نقطه هم سالوا في جعبتي الكثير انا حبس في هذه درهم متدا واحد انا حبس في هذه معليش او مش يوم دراسي بصح راني انتهز في الفرصه يعني بارك الله فيك يعني راكم شوطه رابعه لازم ننتهز الفرصه كاين في حوادث المرور 56% من السائقين توت كام كونفوندي توت كاتيجوري كونفوندي راهم يديروا في الحوادث لانه رخصه السياقه تاعهم اقل من ربع سنوات دونك راه ضيفه يوصل راهي نقص خبره الناس يتعلم تتفرسن في السياقه حتى تهز برني ما نقولوش لي سوق يكون مش يخدموا في خدمتهم المنظومه لازم لها اعاده نظر كاين سكون ابل لو سيميلاتور دو كونديت دو كونديت لو سيميلاتور جهاز افتراضي تاع السياقه الافتراضيه الدرك والامن عندهم السواق تاع الدرك والامن يديروا لو سيميلاتور لكن لي سوق يكون تولا ما عندهمش وباغي يشريه ممكن يستقام له غالي مي لو الدوله تعاون والله يقولوا ديروا جروبمون يديروا لو سيميلاتور دو كونديت واش هو اللي يدير نولي نسوق في لو سيميلاتور كي نسوق في لو سيميلاتور ثم يبان لو سيبكونسيون تاعي باسكو القلق هو اللي يجيب المخالفه او الناس كي تسوق لا انتم كامل عندكم برميات لا انتم حابين تموتوا في الطرق حاب تسوق باش تقتل الناس ولا باش تقتل روحك اي مش نورمال هذه الوضعيه هذه سي لو سيبكونسيون كي نتقلق يولي لو سيبكونسيون يصوغني كي يصوغني لو سيبكونسيون مادام مانيش مبرمج من صغري لان احترم القانون كيما راهي في النرويج بالحق الحقيقي تجيبوا بسيكولوج بيان سور بيان سور معليش كي الدفاع تاعكم طاح دونك هذه لو سيميلاتور دو كونديت شنو يدير استدراك للبواعث النفسية اللي تخلي الشيب كونسيون يتصرف نقدروا نتحكموا فيها بالسيميلاتور كأداة من الأدوات آخر اقتراح مش عندي بلوكي اقتراح ديالك هو نشاطوا في الرأي نديروا بيرمي دي ان دي دو دي تروا قال تسوق بالمسافات قصيرة ثم تروح لمسافات طويلة لكن ماذا بيا نهضروا عليها راهم يقتلونا 3500 في العام اللي هما السيارات الفردية اللي هما السواق اللي موش محترفين مادام قبل من 4 سنوات راهم يديروا في المخالفات حتى اللي يفوت 4 سنين باش يعود ما يديرش لاكسيدون علاش ما نقلبوش لابلاك 80 من خلال المرسوم اللي يهضر على بلاك 80 ما نقلبوهاش عامين نقلبوها 4 سنين على الاقل يعني كاداه استعجاليه اما الاستشراف هم هو الاستشراف سيدي امن الدرك بوكو بلوس سيدي شكرا معك ولو ان اجاباتك كانت نقابيه تدافع فقط عن الناقدين كان المفروض تكون موضوعي كذلك تتكلم عن المشاكل الموجوده في النقل عدم احترام النظافه عدم احترام السرعه اسمح لي يعني كي تشوف تا كاينين دي موديل في العالم باسره النقل في العالم باسره الي ستركتورال مود ديفيسيتار في العالم باسره الي ديفيسيتار مش غير عندنا احنا ومن بعد كاينين دي موديل كيفاش نعوضوا الخساره الناجمه عن اداء هذه الخدمه العموميه الانماط متنوعه نحكموا على الموديل تاع فرنسا لي سوسيتي بوبليك سون ديفيسيتا تشي لو بي نعم في العالم كاع لا لا اسمح هذا غلط في العالم كاع مول في العالم مول نقول مول باي خاصه لا 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 غلط فيه ديفيسيتا غلط فيه اسمح لي اسكو كاين ديفيسيتا ليش انت ما قلتيش كمل لا لا مش عارف جاوب على السؤال جاوبك على السؤال بالاجابه المرتبه مش بسين جي انا عميل الديفيسيتا ديفيسيتا شتي كيفاش علاش سيكون بورشون البارك يمكن نقول علاش سيكون بورشون البارك فايت 20 سنه تسمى انا حاب نخدم بالفيراي اللي يحب 6 شهور يخدم 6 شهور انا حاب نخدم العام 12 اني تاجر لازم نحقق ربح نعم وكي ندير كريدي بونكر وما نقدرش نخلصو لو تيكي تاع الترونسبور ايفون فيهم 50 دينار باش ندير كريدي بونكر ونجيب لكل 5 سنين حافله جديده لازم نبيع التذكره ب 5000 مش ب 20 دينار 50 دينار هذه دراسات ما تناقشنيش فيها الدراسات مش تاعي لا ما تناقشني في موضوع دراسه انا عطيت نتيجه تاع الدراسه هي الدراسه تقول هذا في الدول اللي متقدمه وتحترم نفسها رغم انها راس ماليه دايرين لو بي 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 بارتنيريا بيبليك بريفي وين النقل يعوضوا له خسارته كاين انماط كاين نماذج دونك باش تحب ديفلوبي كاين نماذج تعطي ربع ساعه وديفلوبي انا فاهم التعويض نظام التعويض نظام التعويض هذا نظام تعويضي كاين اللي يمشيو بالنظام الحقيقي كيما في فرنسا يمشيو بالنظام الحقيقي يتعاقد مع النقل في كل سنه يدير له بيلون تاعو على اساس بينيفيسيال 20% الشيء اللي خاصو على 20% تعطيه للدوله من خزينه خاصه منين الخزينه هذه منين يجيبوا الايرادات تاعها صندوق تدعيم النقل تاع فرنسا منين يجيب الايرادات تاعو ملي تاكس على الغازوال ليسونس احنا الغازوال تاعنا مقيوم ب 110 دينار الجزائر تشري فيه 110 دينار وتبيعوه ب 30 دينار حنا ندعمو في الفيكول بارتيكولي باش يدير له الغازوال ليسونس ويمشي به ويدير لاكسيدون هذه هي السياسه المعوجه اللي رانا فيها هما يديروا لي طاكس على الغازوال ماشي غير فرنسا في المانيا في اسبانيا يديروا لي طاكس على الغازوال على ليسونس اكسيتيرا
يعمروا به صندوق تدعيم النقل، ومن بعد يهزوا من هذاك الصندوق ويديروا عقود مع الناقلين الخواص ومع الناقلين العموميين، ومن بعد يديروا ان كاي دي شارج فيه لي دروا اي لي ديفوار، وتكون العلاقه رابح رابح. حنا هنا نو سوم ليفري ا لو ميم، مادام رانا خاسرين واش نولي ندير؟ نولي ندير لا ديبريال، نولي ما ناصيريش شي فور روسيفر، نولي ما نجيبلكش الحافله جديده، نولي كيشوفوا بالبليغه عين شفت وعين ما شافتش، باش يروح يخدم عند واحد اخر ونقعد انا ما نلقاش اللي يخدم لي. هذه لا ديبريال، هذه الفلسفه تاعها تبناها القانون الجزائري، لكن التفعيل ما كانش. هذا هو خطر. تفضل الوقت ما ليش اخر متدخل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لاحظته من خلال تدخل الاخوه هو انه نفتقد الى اليه جماعة الرحيم تصل وزارة الطلبة. من بعد كل الاقتراحات اللي راكم مديتوها لنا، انا يعني بكل بساطة نأكد السلطات المعنية على تفعيل المادة 60 من القانون 01/14، يعني تدخل هذه الثقافة، زرع الثقافة المرورية في المدارس الابتدائية، يعني راح تكون بأضواء من الأول للثاني حتى سن 17 سنة، وكذلك تجسيد شارع السلامة المرورية في مساحة كل مدرسة، وكذلك بالنسبة لأطفال التوحد حببناهم هذا الفرع من خلال أشكال الهندسية للإشارات والرموز اللي داخل هذه الإشارات، اللون اللي جلب النظر نتاعهم وخلاهم يتفاعلوا مع الإشارة، وكانت إيجابية كبيرة. قلنا ولما لا نزيدوا هاد المادة نضبطوا على تفعيلها. وبالنسبة لتجسيد شارع السلامة المرورية، يعني ماذا بينا نكونوا كامل متشاركين يد واحدة، لأنه يد واحدة ما تصفق، ونبرز كذلك على فرع الإسعافات الأولية اللي لازم يدخل في تكوين المكونين، لأنه المكون في التكوين ديالو مدة التربص ديالو قليلة ما هيش كافية. أنا نقترح تكون مدة التربص عام ونص، والتكوين يكون بقيمة، يعني تكون في المستوى، وهذا المكون يتخرج بسيديهات، كل سيدي يحكي على مادة، باش غدوة كي يفتح مدرسة تعليم سياقة ديالو منها تكون عنده رسكلة، وبنفس الوقت رايح يمد حاجة فعالة لهذا المترشح. كي يوصل سن 17 سنة هاد الطفل من المدرسة الابتدائية، ما يكونش عنده إحراج مع مدير مدرسة تعليم السياقة أو أمام الممرن أو أمام المفتش، يعني من ناحية الارتياح النفسي يكون مرتاح 100% ويتحصل على رخصة السياقة ديالو بجدارة. شكرا والسلام عليكم. شكرا لك أخ نبيلة فرحات، رئيسة جمعية الممرنين المحترفين، على هذا المقترح لتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع منتدى جريدة الشعب. شكرا لسيد بوهيمان رشيد، كذلك ممثل المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة، وسيد المدير كذلك شكرا لك على الحضور والمشاركة. شكرا للسيد خاشي الخرنازيم، ممثل المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أو إم تي آر. شكرا كذلك لممثل المديرية العامة للحماية الوطنية السيد نسيب ضرناوي، شكرا على كل ما تقدم به. شكرا كذلك للسيد بوشنوف عبد الغني، رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدار الوطني، شكرا لك. شكرا للسيد رحيم جمال والسيد عبد الكافي ياسين، ممثلي وزارة التضامن الوطني، شكرا خاص على هذا الاهتمام الكبير. نشكر كذلك السيد ممثل التربية الوطنية، الأخت صاحبة مدرسة ليزوتيست، شكرا لك على الحضور وعلى هذه الفكرة الجيدة لأننا كذلك نهتم. شكرا للسيد الحسين رئيس المركز الوطني للأمن عبر الطرق، مع حفظ الألقاب والأسماء والرتب. شكرا لكم جميعا. شكرا للإخوة والزملاء الصحفيين على كما سبق وقلت على الموافقة
هو تغطية هذا البرنامج. نشكر كذلك مديرية الإعلام والإيصال والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي وزارة الدفاع الوطني على مرافقتها كذلك لهذا الملتقى وعلى ممثلي وزارة الدفاع الوطني. نشكر كذلك السيدة كاش سويا ممثلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرحبا بك، شكرا كذلك على حضورك، شكرا لكم جميعا، يوم سعيد، الله يلقينا في ساعة خير، وإن شاء الله نزيد يموت حتى واحد بال، وإن شاء الله كل واحد يساهم بما يستطيع في الحد من هذه الظاهرة. قتل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني أهو يعني أهو على الله عز وجل هدم الكعبة ولا موت يعني بنادم إنسان. وبالتالي احنا نفكر، ولكن نتكلم لك على الاجراءات الاخرى باش نلوم فيك ولا نحاكم فيك، ولكن ماذا بينا كلنا نساهموا باش نحسنوا هذا الشيء.